الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أفادت مذكرة اقتصادية بأن العراق ما زال لا يحقق أي تقدم في التخفيضات الإضافية التي وعد بها للتعويض عن الإنتاج النفطي الزائد. وقال محللون في ANZ للأبحاث في مذكرة إن خفض العملة لمنظمة أوبك لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 وكذلك العام المقبل، هذا يعد الخفض الشهري الثالث على التوالي، ما يشير إلى أن توقعاتها المتفائلة سابقاً ستتراجع أكثر. وأضافوا أن العراق ما زال لا يحقق أي تقدم في التخفيضات الإضافية التي وعد بها للتعويض عن الإنتاج النفطي الزائد. سجلت أسعار خام البصرة المتوسط خلال شهر أيلول الماضي انخفاضا كبيرا وفقا لمنظمة أوبك. وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر أيلول 72 دولارا و 31 سنتا بانخفاض بلغ 5 دولارات و 12 سنتا وبنسبة 6.6 مقارنة ب 77 دولارا و 43 سنتا لشهر آب. ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60%، فيما يصدر لأوروبا بحدود 25% ولأمريكا بحدود 15%. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية بلغت أكثر من 5 ملايين برميل خلال شهر أيلول الماضي. وقالت الإدارة إن العراق صدر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر أيلول الماضي 5,970,000 برميل، مرتفعا عن شهر آب الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 5,741,000 برميل. توقعت اللجنة المالية النيابية أن تبلغ الإيرادات غير النفطية في موازنة عام 2025 30 تريليون دينار، متمثلة بجباية الكهرباء والضرائب وعائدات أمانة بغداد وعموم دوائر البلديات. وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي إن الإيرادات النفطية محسومة، لكن بالنسبة لإيرادات غير النفطية فقد تم التأكيد على تفعيل الدوائر الحكومية ومنها الكهرباء في مجال الجباية وأمانة بغداد ودوائر البلدية الأخرى، إضافة إلى الخدمات المقدمة إلى لجان الضرائب وإيرادات المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها. وبين أن تفعيل الإيرادات غير النفطية ذكر فيها البرنامج الحكومي لكن لم يطبق حتى الآن. توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز إجمالي الدين العام العالمي 100 تريليون دولار هذا العام لأول مرة. وأظهر أحدث تقرير من الراصد المالي الذي يصدره صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024، ويقترب من 100% بحلول عام 2030، ويتجاوز هذا المعدل الذروة البالغة 99% التي سجلت خلال جائحة كورونا. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.